المسلمون في دول عدة حول العالم يستقبلون أول أيام عيد الفطر المبارك. المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعلن إلغاء المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير وإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر. مقتل 4 من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في هجوم مسلح بمدينة طرابلس. موجز أنباء السابعة صباحا يأتيكم من إكسترا نيوز، أسعد الله صباحكم. استقبل المسلمون في عدد من دول العالم أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أدى مئات الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. كانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت تعذر رؤية هلال شهر شوال ليكون اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المعظم، على أن يحتفل المصريون الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير والدعوة إلى انتخابات عامة في فترة لا تجاوز 9 أشهر. شدد البرهان على أن المجلس على عهده بعدم تسليم السلطة إلا لمن يرتضيه الشعب من خلال صناديق الانتخابات والاستمرار في محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق على حد تعبيره، كما أشار إلى تشكيل حكومة تسيير مهام لإدارة المرحلة الانتقالية. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 4 من عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش في هجوم على مصرف ومقر أمني في مدينة طرابلس، وذكرت وسائل إعلام أن منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن مبسوط وسط أنباء عن مقتله في تبادل لإطلاق النار مع الأمن، وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذا الحادث. تفقد وزير الداخلية محمود توفيق لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة للاطمئنان على سير وانتظام عملية الامتحانات. أكد الوزير خلال تفقده اللجان أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن. وقد أعرب وزير الداخلية عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذي يحصل عليه طلبة كلية الشرطة. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام تقوية البث الأرضي لنقل الأحداث والمباريات المقامة بمصر ليغطي كافة محافظات الجمهورية وبصورة عالية الجودة. قالت الهيئة إن هذا يأتي انطلاقا من حرصها على حق المواطن في متابعة الأحداث والبطولات الرياضية التي تستضيفها مصر عبر قنوات الهيئة الوطنية للإعلام الأرضية، إذ تم إطلاق قناة تايم سبورتس لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بصورة عالية الجودة، حيث تم تقوية البث الأرضي الرقمي الجديد ليوازي البث الفضائي في جودة وقوة الإشارة. نلفت عناية حضراتكم أيضا إلى أن قناة تايم سبورتس ستنتشر في جميع مراكز الشباب بتقنية عالية HD، وتعد القناة انطلاقة جديدة وتعد متابعيها بمفاجآت. وقعت شركة واتشت المنصة الرقمية الأكبر المملوكة للدولة اتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامي لتسخير كافة الأعمال الإنتاجية الكبرى داخل المدينة لكي تعرض على المنصة. الاتفاقية تأتي في إطار جهود الشركة لحماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما. تؤكد المنصة أنها لن تسمح بمزيد من الإهدار أو القرصنة على المواد الفنية أو المحتوى الإبداعي الذي يملكه التلفزيون أو الذي يتم تسجيله وتصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي. ختام هذا الموكس دوما، تابعوا المزيد عبر extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.